ولدوا في مثل هذا التاريخ، 10 مارس آذار في عام 1452، الملك فرناندو الثاني ملك مملكة أراغون. في عام 1503 فرديناند الأول إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. كما ولد في مثل هذا التاريخ من عام 1854 القيصر ألكسندر الثالث إمبراطور روسيا 17 في الإمبراطورية الروسية. في عام 1923 فالفيتش عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1980. في عام 1924 هاجر حمدي ممثلة مصرية. في عام 1936 جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. كما ولد في مثل هذا التاريخ من عام 1938 يوسف داود ممثل مصري. في عام 1940 تشيك نورس ممثل أمريكي. في عام 1947 كيم كامبل رئيسة وزراء كندا. في عام 1952 مورغان تسفينا جيراري رئيس وزراء زيمبابوي. كما ولد في مثل هذا التاريخ من عام 1953 إيناس الدغيدي مخرجة مصرية. في عام 1954 رياض الصالح الحسين شاعر سوري. كما ولد في مثل هذا التاريخ من عام 1955 يسرى ممثلة مصرية. في عام 1957 أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. في عام 1958 شارون ستون ممثلة أمريكية. في عام 1964 الأمير إدوارد ابن ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية. في عام 1972 رانيا محمود ياسين ممثلة مصرية. في عام 1973 كريس سوتون لاعب كرة قدم إنجليزي. في عام 1977 بيتر إنكلمان لاعب كرة قدم فنلندي. في عام 1981 صامويل إيتو لاعب كرة قدم كاميروني. في عام 1981 ستيفن ريد لاعب كرة قدم إيرلندي. في عام 1984 أوليفا وايلد ممثلة أمريكية. في عام 1988 إيفان راكيتيتش لاعب كرة قدم كرواتي. في عام 1991 لويزينو لاعب كرة قدم برازيلي. كما ولد في مثل هذا التاريخ من عام 1992 إيميلي أوسمند ممثلة ومغنية أمريكية.